احتفال تونس للقمة العربية، نظمت سفارة فلسطين بتونس بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية يوما احتفالي مدعاة تجوانا بالدار الثقافة ابن رشيق بحضور سعادة السفير هائل فهوم، وذلك لتذكير القادة الوافدين على بلادنا بموضوع القضية الفلسطينية والتي تعالج من عديد الجوانب ومن بينها السلاح الفكري والثقافي والعلمي. أنا من بعتك في كل مرة بورقة، من قسمتك بورقة، من نحرتك بورقة، من كسر شموخك بورقة، أنا لازلت أواسيك بورقة، لازلت أنصرك بورقة، ألا تبت أوراقي وأقلامي أنا. ما أريد سأصير يوما، ما أريد سأصير يوما فكرة لا سيف يحملها، ما أريد سأصير يوما، ما أريد سأصير يوما فكرة لا سيف يحملها. تخلل البرنامج بث تشاري توثيقي على القدس ورقصات إبداعية جميلة لمجموعة من الطلبة الفلسطينيين الدارسين بجامعات تونسية، ومقتطفات شعرية بأصوات تونسية وفلسطينية، والفرق من أنشاد الملتسم من تونس وفلسطين. زهرة وردة عصفورة جنة الأنبياء.